السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم اليوم في شرح جديد من شروحات موقع سعدان التعليمي إذا في شرح ديال اليوم إن شاء الله غادي نشوف طريقة تحويل شعارات يعني سواء كانت شعارات المؤسسات أو شعارات مواقع إلكترونية أو شعارك الخاص كأستاذ يعني إلى رموز وحروف اللي يمكن لك تدرجها مع النصوص ديالك وتغير الالوان ديالك كيف جيت يعني جميع التعديلات اللي ممكن ديرها على النصوص ممكن ديرها كذلك على هذه الشعارات بسهوله على برنامج الوورد او الباوربوينت وهكا غادي تكون عندك مثلا واحد النصوص متناسقه الالوان يعني بدون استعمال برنامج الفوتوشوب او الاليستراتور الى اخره من البرامج الخاصه بالتعديلات على الصور اذا كمثال يعني هنا كما كتشوفوا دونك هنا عندنا نص وكذلك شعارات اللي تم الادراج ديالها في كخط من الخطوط المستعمله في هذا الويندوز اذا هنا كما كتلاحظوا مثلا يعني هنا اي تعديل درتو على هاد النصوص هادي ولا هاد النص هذا وشعارات غادي يكون نفسه يعني لاحظوا هنا زلت الظل اللي ديال هاد الكتابه كذلك اذا سواء اضفته او رجعتو يعني كيتم التطبيق ديالها على النص وشعارات بنفس آه الطريقه آه كذلك اذا استعملت مثلا خاصيه الايطاليك يعني كم اثر كذلك هنا الالوان يعني الى غيرنا الالوان بسهوله يعني تم تغيير الالوان الشعارات والنصوص كيفما تريد يعني على حسب مثلا آه النص نتا اللون اللي بغيتي تستعملو مثلا في المورد الرقمي ديالك يعني بسهوله ممكن تضيف آه هذا مثلا شعارات السوشيال ميديا او شعارك الخاص وتغيير اللون الخاص به اللي ليكون متناسق مع لون النص او اللون المستعمل في في المورد الرقمي الخاص كما قلت يعني كما ترون هذا كمثال كذلك مثلا كذلك أني شعار اضفته مثلا في هذا الخط او في ملف الخط قمت بالانشاء ديالو يعني هنا كذلك مع النص او رابط الموقع يعني كذلك اي لون اردتو مثلا يتم تغيير اللون بسهو بسهولة يعني سواء استعملت برنامج باوربوينت او برنامج الوورد يعني سيكون نفس نفس الشيء دونك هنا غادي نشوفوا طريقة يعني كيفاش ندرج اول شيء هاد الشعارات ندرجها في واحد الملف اللي غادي يكون ملف يعني خط خاص ونستعملوه كيفاش نستعملوه بسهوله في على هذا البرنامج ديال الوورد والباوربوينت اذا الورق اللي غادي نستعملوه غادي يساعدنا في هذه العمليه هذه هو موقع جميل جدا سميتو موقع كاليغراف طبعا الحال كانوا هناك مواقع قديمه مثلا بحال ماي برانت فونت ولكن ما بقاش هذاك الموقع, الموقع دونك هنا ولا عندنا موقع كاليغراف اذا اول شيء غادي نسجلو في هذا الموقع هذا طبعا الحال انا لي عندي هنا حساب ماشي مشكل دونك هنا الا بغينا نسجلو حساب جديد دونك نمشي انسكريبسيون غراتوي دونك هنا غادي نحتاج ايميل دونك انا باش ناخذ واحد الايميل مثلا مؤقت نجي لهذا الموقع هذا طومب مايل ناخذ موقع مؤقت نسجل هنا دونك مود باس كذلك بسيط جاكسبت لي موداليتي ايسمتغ ا ناغر ديجا بان هاد هاد ليمايل هذا مستعمل دونك ناخذ ايمايل ونستعملو موقع اخر اللي كيوفر هاد الخاصيه نيت ديال لي زيمايل المؤقته دونك عندنا موقع موقع يعطينا ايميل مؤقت ولكن هذا الموقع هذا للاسف كيعطينا لمدة عشر ثواني فقط وهادي طيب غادي ممكن نديرو شي دونك من بعد ما تم التسجيل ديالنا غادي نحتاجو باش ناكتيفيو هاد ديالنا بطبيعة الحال انا خصني هاد المايل يبقى واحد المدة بيد ما وصل بطبيعة الحال الكونفيرماسيون ديال الحساب دونك انا من بعد ما اكتيفي دونك اذا ما بقيناش محتاجينه دونك الان من بعد ما نشئنا حساب دونك غادي نمشي لديماغي طري بيان دونك هادو لي زيتاب باش غادي نحصلوا على اولا نصاوبوا واحد الخط خاص بنا يعني الهدف من من الموقع ماشي هو العنوان ديال الفيديو وانما الهدف ديال هذا الموقع شنو الهدف ديالو هو انك تصاوب خط خاص بك يعني مثلا الحروف اللي مستعمله مثلا في الارفابي فرونسيز دونك عندنا مثلا ا آه يعني ممكن تغير الشكل ديال ا آه ترسمها بيديك ترسمها مثلا آه على الفوتوشوب او الإليستراتور احنا غادي نستغلو هذه الخاصيه هذه يعني مكان هذيك الحروف والأدوات او علامات الترقيم عوض ما نوضعوا الحروف بالشكل اللي بغينا احنا غادي نوضعوا شعارات وهذه هي الخاصيه يعني لي اللي ممكن نستعملوا فيها هاد الموقع طبعا الحال مجموعة من المواقع إذا أول شيء شنو غادي ندير غادي نمشي كيخيي الموديل فوالا دونك أول حاجة غادي نختارو دونك هنا كاينين دي موديل بزاف دونك هنا غادي نستعملو حنا موديل فرونسيز دونك هنا عندنا مينيمال فرونسيز يعني لا لونغ فرونسيز شنو كيكون فيها دونك هذا هو الخط ديال اللغة الفرنسية يعني في الحاسوب أو في الويندوز هنا كنلقاو الحروف التاليه يعني بليزاكسون وكذلك علامه ترقيم الى اخره دونك حنا غادي هذا هذا الموديل هذا ديال اللغه الفرنسيه ما كيهمش سواء كان يعني موديل خاص باللغه الالمانيه او الاسبانيه او اليابانيه الى اخره لا يهم كل ما يهم انا هو يعطيني فراغات اللي غادي نستعمل اللي غادي نملاها بالشعارات الخاصه بالعمل ديالي او بالمؤسسه الى اخره يعني هنا هادو كل كل حرف او كل علامه ترقيم يعني غتعطينا مكان فارغ يعني اللي ممكن نوضعو بلاصتو واحد الشعار اذا اول حاجه غادي نمشي يعني من بعد ما وجدنا دونك هذا اختارينا الموديل اللي غادي نخدمو عليه غنمشي ندير ديري شارجي لو موديل مزيان مي غنجي لهاد المرحله هادي شنو غادي ندير عندنا جوج اختيارات يا يعني اما ديري شارجي سو فور بي دي اف او بيان سو فور بي ان جي يعني ايماج هنا كل واحد والاستعمال ديالو يعني كل واحد وفاش غادي يدير التعديل الا إيه كنت مثلا انا عندي برامج ديال التعديل على بي دي اف نديرها من الاحسن بي دي اف مثلا بحال فوتوشوب ايليستراتور هادو كي كيموديفي لي البي دي اف بي ان جي كذلك ممكن موديفي فوتوشوب الى اخره دونك انا غادي ندير شارجي بي دي اف أه بالنسبه لا طاي ما كيهمش دونك ندير شارجي فوالا دونك هنا ولا عندنا الخط واجد دونك هنا عندنا كاليغراف تومبليت فوالا دونك هنا كيما تشوفوا معايا دونك هنا نديرو واحد الزوم باش يبان لكم اذا هنا كل حرف اختاريناه عطاونا واحد الكارو تحت منو اللي غادي نرسمو مثلا ولا غادي مثلا هاد علامة الترقيم نوضع هنا علامة الترقيم بطريقة الخاصة بيا يعني نرسمها بطريقة اللي بغيت يعني. انا أه كيما كتلاحظو كل حرف او كل رمز فوالا لكن هناك هنا كاينين فراغات آه. هنا خصنا نرد البال إذا إيه وضعتي مثلا هذوك الشعارات الخاصه بك او حروف كيف ما كانت يعني في هاد هاد المستطيلات الفارغه ما غاديش يتم الادراج ديالها في الخط اللي غادي تصاوب نتا اذا حنا طبيعه الحال الشعارات او الحروف اللي بغينا خاصنا ضروري يكون في المستطيل اللي فوق منه واحد الحرف او علامه ترقيم يعني اللي اللي مزيان دونك هذا هو التومبليت اللي غادي نخدموا عليه يعني هنايا يعني على حسب شحال عطينا يعني عطينا بزاف ديال المستطيلات يعني اللي ممكن نوضعو فيها شعارات يعني على حسب اللغه الفرنسيه يعني هما كيحسبوا لك على حسب اللغه الفرنسيه ما كاينش يعني ممكن نصاوب مجموعه من الخطوط ممكن... دونك ان نتريشارجيو هاد التومبليت دونك غنوضعوها في في ملف خاص بالشعارات اللي غادي نستعملو فوالا دونك نشوفو الشعار ديالنا او هاد الملف مزيان دونك هذا هو الملف عندنا اللي غادي نستعملوه تري بيان دابا اجي المرحله الثانيه اللي هي التعديل على هذا الملف ولا على هذا الموديل هذا دونك التعديل عليه كتبقى على حسب الاستعمال او الاستخدام ديال كل كل شخص على على حدة انا مثلا باش ندير تعديلات غادي نستعمل هذا البرنامج اللي هو فوكسيت بي دي اف فونطون اللي كيسمح لي انني ندير تعديلات على على موارد رقميه بصيغه بي دي اف كذلك يعني ممكن ندخل هذا الملف بي دي اف ندخلو الفوتوشوب ندخلو الاليستراتور ونوضع نفس الطريقه يعني ما كاينش شي مشكل اذا اول حاجه غادي نمشي مثلا الاديت باش يعطيني نضيف دي زيماج دونك هنا غنديرو ايماج فروم فايل فوار دونك هنا باش تشوفو معايا هنا طبيعه الحال دونك نكبرو شي شويه فوالا دونك هادو هما الشعارات اللي ممكن نضيفهم غير هنايا مجموعه من الشعارات يعني مجموعه في نفس الصوره يعني هنا كاين مشكل يعني خصني نقطعها الى اخره ملاحظه جد مهمه هو ان سواء كانت هاد الشعارات اللي غادي نضيفهم انا سواء كانت بالالوان او بالابيض والاسود فهذا لا يهم يعني دائما الخطوط حنا كنعرفوها ملي كنضيفوا واحد الخط يعني ملي كتحل هذاك الملف ديال الخط TTF تي اف كتلقاه باللون الاسود يعني ما يمكنش هو يكون بالالوان يعني انت كتدخلوا مثلا انت كتدخل للبرنامج ديال الوورد او الباوربوينت او البرامج ديال الكتابه بصفه عامه تما كتغير الالوان كيف ما بغيتي حنا غادي نستعملوا شعارات يعني واجده دونك, دونك هنا كاين ملف غادي نخلي لكم حتى الرابط ديال التحميل ديالو غادي تستعملوه دونك هنا عندنا مجموعه من مجموعه من الملفات ناخذهم كل ملف ناخذوا احد الشعارات دونك هنا عندنا شعارات هنا عندنا شعارات بالابيض والاسود هنا كذلك عندنا شعارات بالالوان هنا شعارات كذلك نستعملو بلاصة الأسود نستعملو الرمادي هنا في عود الدوائر نستعملو المربعات دونك هنا كذلك مربعات إذا هادو كاملين كل حاجة غادي ناخد منها مثال باش تشوفو يعني كيف ما كان نوع ديال هاد الشعار يعني ممكن نستعملو في هاد هذ الطريقة هذه، دونك نبداو مثلا هنا ناخد مثلا شعار ديال الفيسبوك فوالا دونك نصغرو هنا باش يجي قد المربع هذا اللي عاطيني هو فوالا دونك نخدمو مثال اخر مثلا نخدو واتساب ناخذ مثال اخر من الملف التالي دونك نستعمل الالوان مثلا في يوتيوب ناخدو ملف كذلك ديال المربعات <applause> ناخدو مثلا تيك توك يعني كما قلت يعني هنا مجموعه من الشعارات كنوضعهم أه مكان يعني مثلا بالنسبه لهذا الخط هذا بلاصت علامه الاستفهام غادي يكون شعار ديال بلست بلاصت لي غادي يكون شعار الواتساب واتساب ابوستروف عندنا هنا يوتيوب بلاصه الفيركول عندنا هنا تيك توك حتى الى اخره دونك نزيدو مثال اخر مثلا ناخذ انستغرام <applause> طبعا حنا كيما كتشوفوا انا عندي الوان مزيان ولكن هنا مي غادي ندخلوا الخط يعني غادي نبغي نستعملو ما غاديش يبقى بهذا اللون هذا وانما غادي يولي اللون الاسود باش نغير انا اللون كيف ما بغيت دونك نزيدو اخر مثال مثلا ناخذ مثال اخر الكريم مثلا دونك هنا ناخدو read it هلا ممكن ناخدو تانا مكينش مشكل هنا باش نشير لهاديك الملاحظة السابقة يعني يعني وخا نوضع أه نوضع هنا في هاد الفراغات هادو ما غاديش يتم الادراج ديالها في الخط دونك هنا ناخذ مثال ناخذ مثال ملون مثلا ناخذ تويتر اذا تويتر هنا عقلوا معايا بانه ما غاديش يتم الادراج ديالو دونك انا نبعدو هنا شويه علاش ما يتمش الادراج ديالو حيت ما عطاونيش هنايا بلاصه شنو غادي نوضع عن هاد, هاد الشعار هذا يعني شنو غادي نقول لنا هاد الموقع هذا هنا اصلا هو ما عطاكش شي حرف اللي غادي تبدلو بشعار ديال هاد تويتر دونك هنا عندنا سته ديال الشعارات اللي غادي يتم أه وضعها بلاصه هاد العلامه الترقيم والحروف وشعار ديال تويتر ما غاديش يتوضع بلاصه اي حاجه اي يعني دونك هنا في هذه الحاله هذه تويتر من المفروض انه ما يدخلش في الخط دونك حنا غادي نشوفوا اذا من بعد ما درنا هذه التعديلات هذو غادي ندير اونجيستري دونك انا اونجيستري هذا الملف هذا مزيان كما قلت الطريقه ديال التعديل كتبقى هي نفسها انا استعملت هذا البرنامج طبيعه الحال غادي تكون واحد السلسله على هذا البرنامج الرائع يعني كيفاش نستعملوا في التعديل ديال الموارد الرقميه سواء كانت باللغه الفرنسيه او اللغه العربيه يعني التقنيات و اللي ممكن نستعملها باش نعدل واحد المورد رقمي كيف ما كان النوع ديالو وكذلك كيفاش نحمي كذلك مورد رقمي من التعديل يعني ما يمكنش ولكن المهم نحاولوا ما امكن اننا نحميو هاد الموارد الرقميه من التعديل يعني ممكن نستعمل كذلك كما قلنا هذا المثال هذا ندخلو الفوتوشوب عمرو كيف ما عمرنا دابا يعني يعني كنوضع غير شعار في المربع الخاص بهذيك علامة الترقيم او او الحرف من احد الحروف اللي اللي عطاونا مزيان دونك هنا سالينا معاه تخي بيان دونك هذا هو الملف ديالنا واجد دابا شنو غادي ندير غادي نرجع لنفس الموقع دونك هذا هذا الملف دونك غادي نرجع لنفس الموقع دونك هذه سالينا معها. نرجع لنفس الموقع ديالي فين غادي نمشي نمشي لي مي بوليس ما بقيناش في الموديل يعني صوبنا الموديل ساليناه دونك نمشي دابا في مي بوليس يعني الخطوط ديالي تخي بيان دونك انا ديجا عندي موديل صاوبته مزيان اذا كليكي على شارجي لو موديل من بعد غادي نمشي لتشوز فايل وغادي نختارو الملف اللي قلنا بالتعديل عليه يعني طبعا الحال الملف اللي عمرناه بالشعارات اللي بغينا حنا من بعد غادي ندير شارجي ان موديل نستناو شويه دونك بيد ما تم الرفع ديال الموديل فوالا اذا هادو هما الشعارات اللي لقاوهم هاد الموقع في الموديل اللي عطينا اذا كما كتشوفوا هنا الشعار ديال تويتر ما تمش الادراج ديالو علاش حيت حطيناه في مكان فارغ يعني ما يمكنش يغونبلاسي اي اي حاجه دونك هنا هادو هما الشعارات اللي غادي يغونبلاسيو مثلا داك علامة ترقيم و الحروف اللي وضعناهم يعني في كل على كل واحد غادي يغونبلاسي واحد علامة ترقيم او حرف على حسب الموضع ديالو من بعد شنو غادي ندير اجوتي دي كاركتير ا بوليس يعني هادو هما الكاركتير غادي نزيدوهم في في البوليس ديالنا اولا في الملف ديال الخط الخاص بينا اللي غنصوبو تخي طيب بيان اذا من بعد ما صوبنا الملف ديالنا شنو غادي ندير دابا اذا غادي نمشي ندير كونستروير لا بوليس غادي نبدل السميه لهاد ماي فونت سواء نخليها سواء نبدلها دونك حنا غادي نديرو تيست ديجا خديت انا هاد الاسم ديال ماي فونت كونستروير نستناو شويه بيد ما تم تحضير هاد الملف دونك هنا ردوا البال هنا عندنا ملف تي تي اف هنا عندنا ملف او تي اف دونك ناخذوا الملف تي تي اف هو اللي غادي نستعملوه باش نضيفو هاد الخط هذا في الويندوز دونك هنا غادي نديرو تحميل ديال هاد الملف دونك كنوضعوه في هاد الملف الخاص بنا فوالا دونك هذا هو الخط الخاص بنا تم الاضافه ديالو بنجاح دونك انا مي غادي نمشي للخط دونك هنايا هو سميتو تيست ريغولار دونك انا مي نكليك عليه فوالا اذا كيما كتلاحظوا الحروف الاخرى كاملين ما تبدل فيها حتى شي حاجه شنو هما الحروف اللي بدلنا هنا اذا هذوك الحروف اللي بدلنا هما اللي غادي تلقاهم سواء في الارقام او في علامه الترقيم دونك بلاصتهم وضعوا هما هاد الشعارات طيب يعني دونك كيفاش نضيف انا هاد الملف او لا الخط هذا نضيفه للويندوز عندي باش يبقى نستعملو في البرامج الاوفيس دونك نجي هنا غير انستالي دونك نكليك على انستالي ونخلي غادي انستالا فوالا دونك أول الخط تم لانستالاسيون ديالو اولا الادراج ديالو مع الخطوط الخاصه بهذا الويندوز طيب بيان دابا غادي نمشي انا للباوربوينت طبعاً الحال انا الا دخلت هنايا قلبت على الخط هذا ما غاديش نلقاه علاش حيت هاد الصفحه ديال الباوربوينت ديجا كانت محلوله دونك انا ناخذ صفحه جديده ولا نخدمو في الوورد مثلا نستعمل الوورد ممكن ناخذ ملف او ملف جديد طيب دونك هنا كيفاش نضيف انا هاد هاد الرموز هادو نضيفهم الوورد مثلا او الباوربوينت او النصوص ديالي بسهوله دونك انا غادي نوضع مثلا واحد واحد النص مثلا نوضع رابط الخاص بالموقع من بعد غادي نوضع آه غادي نوضع نوضع قدامو هاد الشعار دونك كيفاش كنضيفهم كنمشي لانسيرسيون كنمشي نقلب على لي سيمبول دونك فوالا دونك عندنا اخر جروب لي سيمبول فوالا دونك هنا ديجا كان عندي دي, دي سيمبول مزيان دونك هادو بزاف ديال الشعارات اللي اللي ضفتهم يعني ممكن غادي نوضع لكم الرابط ديال هاد الخط هذا حتى هو غتلقاو فيه بزاف ديال الشعارات يعني كاين هاد الشعارات هادو كاينين هاد الشعارات ديال السوشيال ميديا كاملين تقريبا مواقع الالكترونيه اللي معروفه فوالا كاينين هاد الشعارات كذلك يعني هاد الشعارات ممكن نستعملوهم في الموارد الرقميه الخاصه بنا دونك حنا نقلبوا على الخط الخاص بنا اللي يلاه صوب سميناه تيست فوالا فوالا ها تيست تخيلي اذا لي كاركتير لي فيهم مزيان انا غادي نضيف فيسبوك نضيف واتساب نضيف يوتيوب تيك توك انستغرام وريدت تخيلي انا كامل سواء كان كليكي ان كليك كندير ان سيغي ولا غندير دوبل كليك راه غادي يتم الاضافه ديالو بسهوله فيغمي فوالا اذا كيما كطلع دونك هنا غادي نكبروا الخطوط باش يبان لنا الشكل فوالا طيب دونك نديروا واحد الاسباس سباس سباس, سباس. هنا بالنسبه للشكل باش نتفاهموا على واحد القضيه بالنسبه للشكل ديال الخطوط كما كتلاحظوا ان هذه الدائره هذه صغيره على اليوتيوب ديال يعني هذا الشعار ديال الواتساب صغير على الشعار ديال يوتيوب علاش حيت في المربع يعني حاول ما امكن حاولوا ما امكن الشعارات كاملين يكون عندهم نفس القياس انا غير وضعت في وصفي باش تشوفوا غير الطريقه اذا هنا ممكن نغير كما قلنا النص بسهوله فوالا كما كتلاحظوا اذا هنا شعار تم الاضافه ديالها طريقه ناجحه يعني ممكن إن هاد واتساب ادريس غير مثلا نزيدها شويه في الخط هنا 72 دونك حنا نديرو 55 فوالا اذا كنتمنى يكون الشرح مفهوم يعني الا كان مازال عندكم شي اشكال في هاد الطريقه هادي أه ما تبخلوش علينا بالتعليقات ديالكم وبالاراء ديالكم وما تنساوش تشتركوا معنا في القناه باش ان شاء الله الجديد ديال القناه وجديد الشروحات ان شاء الله الى اللقاء